طبعا عنوان درسنا اللي هو بلش بالإكينجي يونيت اللي هي كلطمن جنال الكلرة. القوانين الأساسية بشو بالوراثة أو بعلم الوراثة، راح نتعرف على البيوتشيكيليك التنوع الحيوي، وشو كمان على الوراثة بشكل عام، بلوم برنجي بلوم كطلن أو كلطن. طبعا هون اعطيني مجموعه من المصطلحات اللي راح نتعرف عليها بتوقع بالدرس هذا، اللي هن بسيطات، اللي هن الليل تتعرف على المصطلح مونو هيبريد، بيولوجيك تشيتيليك، فينوتيب، جين، جينوتيب، دي هيبريد، موتاسيون، دومينانت، والبقيه راح نشوفه نحن بالتفصيل من اسم لحاله، حتى لو شرحنا مفهومه بالعربي ما راح نفهم شو هو. فلهيك انا تركته لحتى يمروا معنا بالدرس. طبعا نحن وقت بنحكي عن صفات وراثيه، صفة عم تنتقل لجيل من جيل لجيل تاني، مثل لون العيون، جوز رانجي، ساتش تيبي، شكل الشعر، منه شعر مجعد، منه شعر سبل مثل ما بسموه، لون الجلد حتى من الصفات الوراثية تين رانجي، طول القامة، يوز تيبي، نوع الوجه، وجه مدور، وجه عريض، وجه طولي. طبعا هيدي الصفات الوراثية نحن بنعرف منين بتجي، هيدا من الأب، من الأم، ومن الأصل، ما هيك؟ يعني من الأجداد تنتقل من جيل لجيل تاني. طيب عم يقول لي هلأ انا بالنسبه اذا تحديد جنسيه، لحتى اعرف جنسيه المولود، انه انا في عندي بيبيك راح ينولد جديد، فالتحديد بانه هالبيبيك راح يكون صبي او بنت، في جين لار خصوصي بهالشيء هذا بتاثر بهالشيء هذا. طبعا هذا كمان راح نشوفه نحن. كمان بالنسبه للشغلات الوراثيه، لما واحد بيروح عند دكتور بشكايه معينه، مثلا وجع راس، مشكله بضغط الدم، مشكله بالقلب، بالاعصاب، بكذا، فبصير الدكتور يسأله عن الأمراض الموجودة عند الأم وعند الأب، أو إذا هيدي الأعراض كمان موجودة عند الأخوة كارداش جيبي، حتى يعرف شو، حتى يعرف إنه هل الأمراض هيدا وراثية ولا لا. هون بيختلف دور العلاج، إنه في شيء عندي مسبب للمرض خارجي، وفي مسبب وراثي موجود من الجينات، مثل مرض السكري مثلا، يعتبر من الأمراض اللي ممكن تظهر عند الفرد بشكل وراثي يعني من الأهل. طيب كلطم جنال الكلالة، القواعد الأساسية والمفاهيم الأساسية للوراثة. أول شيء عندي العلم اللي هو كلطم بنمي، اللي هو عنوان الجينيتيك. الجينيتيك هو علم الوراثة. شو يعني علم الوراثة؟ جاند سويلرنا آيت بينزيرليك، تشابه العائدة للنسل الحيوي أو للكائنات الحية. فرق لدك لرن أور طياتك مصن صاليان فاكتور لار، اللي العوامل بتسبب اختلاف، يعني العوامل اللي بتظهر، تمام، اللي بتظهر الاختلاف او التشابه بالكائنات الحيه العائده لاكثر من جيل، بقدر اقول هذا المفهوم. بو فاكتور لارن نسل دان نسله اكثر ضن انجلار، هو العلم اللي بيدرس شو هيدي العوامل اللي عم تسبب انتقال الصفه الوراثيه من جيل لجيل ثاني. ها، فهيدا عرفنا الكلطن بريمي هو بيهتم او بيركز على العوامل الوراثيه اللي بتسبب اختلاف او تشابه الفرد مع الاصل، مع الاهل يعني، وانتقال هيدي الصفات الوراثيه من جيل، او العوامل الفاكتور لار نسل دان نسله من جيل لجيل ثاني. طيب مين اول مين اشتغل بشغله الكلطم الوراثه؟ في عندي العالم مانديل، غريغور مانديل. غريغور مانديل عام 1822، هو عالم وين؟ عالم نمساوي او استوريا، عالم نمساوي. طبعا اشتغلوا عاطي انه هون يخلص الليسا مثلا سنة كذا، وبعدها درس 3 سنين ايتم، بعدها درس كذا شغلة بمنطقة فلانية بجامعة فيينا. لكن بيهمني هون عم يقول لي انه مانديل تأثر باثنين من العلماء، يعني شاف دراسات علماء تانيين وتأثر فيهم. اول واحد بيرينجي سي، هو عبارة عن فيزيكشي، عالم فيزيائي اللي هو دوبلر. دوبلر عمل تجارب كثير وعمل طرق كثيره، واعتمد على المفاهيم الرياضيه مثل ماتيماتكس الاوراك، حاول يشرح الطبيعه بالمفاهيم الرياضيه. العالم الثاني كينجيسي هو اونجر. اونجر هو اللي حفز مانديل على الاعمال على البيتكيلار، بيتكيلارين تشيتلينين ندان لارينه، هو اللي حفزه انه يسال عن تنوع النباتات، التنوع بالنباتات. يعني بشوف انا مثلا مثل هو شفنا تجارب ماندل منهم على الفازيريا، ما هيك؟ الاوراق المجعده، منها صفراء، منها خضراء، منها حبه طويله، منها حبه قصيره،
منه بروشوك منه دزقن. فهذا هو الاختلاف او التنوع الحيوي بالنباتات من العالم من غير استمد هالشيء هذا. طبعا ماندل نتيجة الشغلات اللي اشتغلها هو ال دا اتي سنوصل ماتيماتيكس اناليز اولاصلك الكلاري بنتيجة المعادلات الرياضية والتحليل الرياضي للنتائج اللي حصل عليها، حصل على شو؟ مفاهيم أو قواعد الاحتمال. شو يعني الاحتمال؟ هي الاحتمال شو يعني الاحتمال؟ هير زمان gerçek ليش ميا أنجاك gerçek ليش مسي بيكلينان أولايلاردر، هي الحوادث اللي ما عم تصير لكن متوقع أنه تصير. أولا صدق مثلا الدنيا مغيمة، فمن المتوقع 50% تنزل مطر أو 70% تنزل مطر، هذا أولا صدق يعتبر. طيب ماندل في أكثر من قانون حط لي إياه. طبعا نتذكر، ما بعرف إذا مر معنا من قبل بالبيولوجي 2 بالتشابراز لما، ما هيك؟ ماندلين تشابراز لما سونوشلارını değerlendirerek kullandı olasılık ilkeleri şunlardır. العوامل أو قوانين الاحتمالية اللي استخدمها بالتشابراز لما. أول قانون بالاحتمال هذا هو bağımsız olayların sonuçları نتيجة الحوادث المستقلة عن بعض البعض، تمام؟ bağımsızdır نتائج مستقلة كذلك الأمر، بمعنى يعني şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını etkilemez. Yani انت في عندك تجربة، هيدي التجربة إذا عملتيها أول مرة نتائج بتحصل عليها أكيد ما راح يكون لها علاقة بنتائج التجربة الثانية. طيب كيف؟ أو بنتائج التجربة بالمرة الثانية والثالثة والرابعة. أعطيني مثال هون، أنت عندك عملة تمام؟ ليرة بإيدك، ليرة هيدي الليرة رميتيها أول مرة طلعت عندي رسم، هذا الرسم الليرة رميتها بالمرة الثانية كمان طلع عندي رسمة الليرة، رميتها بالمرة الثالثة كمان طلعت عندي رسمة الليرة، فبقدر أقول بالمرة الرابعة حصرا رح تطلع عندي صورة بدل رقم واحد، بقدر أقول هالحكي شيء نهال؟ لا ما شرط، ما صح؟ أبد. ممكن تطلع واحد ممكن ما تطلع، يعني حتى إذا بعمله 5000 مرة وبيطلع واحدات هذا ما بيعني إنه بالمرة اللي بعدها حصرا رح يطلع عندي الليرة على الطرف الثاني فيها صورة. فهذا الحكي، هذول تجارب مستقلة عن بعض البعض، بمعنى انه احتمال انه تطلع قرة او نقش متساوي هون، ما هيك؟ يعني انا لما عم ارمي ليرة سواء رميت هالليرة مرة او 1000 مرة، فهيدي الليرة لما بتنزل على ايدي يا بدها تكون قرة يا بدها تكون نقش، يعني يا بدها تكون هالوجه هذا يا هالوجه هذا، ما صح؟ أبت ما فيني أحكم. يعني احتمال انه يكون مثلا اللي عليها رقم واحد تظهر هي 50%، واحتمال تطلع نقش او طره الوجه الثاني يعني كمان 50%، هذا الاحتمال متساوي للاثنين. بمعنى انه الاحتمال دائما بالنسبه لهالشغله هيدي انه تطلع صوره من رسم من الصور او رسمه من الرسمات هو نص دائما. اذا برمي هيدا شو اسمه الليره مره او 1000 مره بيطلع الاحتمال نفسه، ما صح؟ هذا اسمه بامسز او شانس بالو دينامي، هيدي التجارب اللي بتتبع على الحظ، الاحتمال فيها ما بيتغير نهائيا. طيب تمام، هذا القانون الاول فهمته انا. القانون الثاني اللي شو قال هو شانسا بالا اكي بامسز اولاين، في عندي هالمره هون ما تجربه واحده تجربتين بس كل واحده منفصله عن الثانيه. طيب هالحادثتين هذول الاثنين اين اندا انا عم نفذهم بنفس الوقت، مثل انا ماسك ليره بايدي اليمين وماسك ليره بايدي اليسار، تمام؟ birlikte olma olasılığı bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Heyde ihtimal mesela ana andi maske enti bidek el yemin lira tamam? Ve bidek el yasar au ana masek lira ve enti maske lira tamam? Ve قلت لك بدنا نرمي الليره بنفس الوقت اثنيناتنا. فاحتمال لما تنزل الليره على ايدي انا في عندي طالع وجه الليره مكتوب عليه واحد، وانت اذا عندك كمان نفس الوجه، ما صح؟ واحد، واحتمال يكونوا مختلفين، صح ولا لا؟ صح. فهون عم يقول لي طيب شو احتمال مثلا انه يطلعوا اثنيناتهم بنفس الوقت صوره مثل ما موجود هون، او احتمال اثنيناتهم يكونوا بنفس الوقت مثلا رقم واحد،
ها فانا بدي مثلا اخذ، شوفي انا قد ايه احتمال انه تطلع بايدي صوره، تطلع بايدي انه الوجه الموجود هو صوره نص، ما هيك؟ نص صوت واللي بايدك انت كمان نص. كمان نص ها فهون القانون، احتمال انه يطلعوا مثلا الاثنين سوا هو نتيجه ضرب الاحتمالات المنفصله لكل واحد مننا، يعني نص ضرب نص اللي هي ربع، يعني 25% ممكن يلتقوا اثنيناتهم مثل بعضهم. شوفي هون في تطبيق، اعطيني يعني قل لي عندي اجماع دني بارا، ها انا وانت وشخص ثالث، ثلاثتنا سوا رمينا هالليرات هيدي بالهواء ورجعت لايدنا. بيرينجي سي يزر اكينجي سنين ترى وتونجو سنون ترى قال ما اولاصلو نادر، شو احتمال انه تجي عند الاول كتابه وعند الثاني ترى وعند الثالث ترى مثل ما موجودة هون، بمعنى رسم رسم كتابه. طيب شغلتها بسيطه، نحن قلنا شو بيساوي؟ بيساوي ايري اولاصلو كلرن تشاربم، ما هيك؟ طيب اول وحده اذا انا احتمال تكون ترى او نقش او يزر نص دائما، والثانيه نص دائما، الثالثه نص دائما، بضربهم مع بعضهم الاحتمال شو بيساوي؟ ليش بروسوكيز بكل بساطه، يعني قد ايه كل واحد الاحتمال عنده لحال وبعدين بضرب ببعض وخالصين. هيدا هي القانونين بالاحتمال اللي حكى عنهم ماندل بكل بساطه، واحدة عن حادثة عم تتكرر كذا مرة الاحتمالات حدوثها بتضل ثابتة، ومنه شو؟ ومنهم حادثتين مستقلات عن بعضهم البعض احتمال حدوثهم بنفس الوقت. هيكي هون خلطهم بين بيوتشيت ليك التنوع الحيوي والوراثي، في عندي مفاهيم لازم اتعرف عليها هذه اساسية. طبعا هون ذاكر لي هون الحكي طويل عريض انه انا في عندي عوامل بتاثر لي بانتقال الجينات من جيل لجيل ثاني، وانتقل من الصفات من الاب للام مثل لون الشعر، طول القامه، لون العيون، كذا شغله مسؤوله عنها عوامل فاكتور لا حكينا عنها بالمقدمه، ما في داعي نرجع نحكي فيها. لكن بيهمني الكلطم، شو هو الكلطم؟ بير تورن جين لارينين سونراكي نسلر اكثر المصنع كلطم دينير، بسمي انا انتقال العوامل الوراثيه للجيل الجديد او انتقال جينات نوع من انواع الكائنات الحيه للجيل الثاني للجيل اللي بعده اسمه وراثه بكل بساطه. جين لار عم تنتقل لمين؟ للسون راكي نسل، الجينات عم تنتقل للنسل الجديد. ها اذا بتتذكري كمان حكينا ببدايه الدرس انه بالنسبه للمولود عندي انه بيكون صبي ولا بيكون بنت، مين بياثر بهالشيء هذا؟ ها فهون جنسيه جنس المولود البيبيك شو بيكون عندي، صبي ولا بنت؟ جينيتيك دورونلارا ياتقن لقطة اتكيلي مدر سورسون الجواب ابيت. نوع جنس المولود بيتعلق بالمورثات، في عندي كروموزوملار مسؤولة عن هالشي هذا، هيدي الكروموزوملار عم تنتقل للجيل للبيبيك وهي عم تحدد شو نوع البيبيك صبي ولا بنت. هيدي الكروموزوملار هي كروموزوملار من نوعين، نوع اكس ونوع ي. بالنسبة للأنثى، الأنثى دائما يعني الام عندها بس كروموزوم لار من نوع اكس، لكن الاب الاركيك لار هي عندها كروموزوم لار من نوع اكس ي. ها بمعنى انه الاب هو مورثاته هي اللي عم تحدد مين الاب اذا كان صبي ولا بنت. فعم يقول لي اكس يضا ي كروموزوم الى تشيان اذا لار كضم لار دا يضا اركيك لار دا جرون مترون لار فرق الدرفة. هون بشوف انه في فرق بين الكروموزوملار او الصفات الوراثيه بين الرجال وبين النساء، انه عندهم الفرق انه هون عند النساء بس كروموزوم من نوع اكس، عند الرجال عند الكيكلار في عندهم من نوع اكس ومن نوع ي. ها طبعا هون رجع حكى لي انه في عندي بعض الحصص الكلارك ممكن لانه موجوده عند الاب عند الام وتظهر عند افراد العائله، لهيك الدكتور مجبور انه أرشترمك زورون ضدر يبحث عن جذور العائلة فيها أمراض وراثية لأجل تقييم وضع المريض، وهيدي الأمراض تنتقل من جيل لجيل ثاني. هون هلا الكمية الأطول أو المفاهيم الأكبر يعني الأساسية بالدرس، بس حطيتها ببالي
بقدر اتقدم بالدرس بكل سهوله الدروس الجايه تقريبا. شو هن؟ عم يقول لك كذا ضمن جنى الاساس دار. الاساسات الاساسيه بالوراثه فيني اقول. خلينا نبلش بالكورملار، ما شفنا ببدايه الأونيتا في عندي عده كورملار، عده مصطلحات. اذا بدي اترجمها حرفيا ما راح افهمها شو هي، فهون اعطيني تعريفها. جين، شو هو الجين؟ بيجيني دور ويا مش مثلا. او توصيل. عم يقول لي الجين، الجينات شو هي؟ كتصل بير كاركترين. لاجل صفه وراثيه. اول دولارين اكثر المصنع انتقاله للجيل الجديد. صاليان كروموزوم بلومينيه، قسم الكروموزوم المسؤول عن نقل الصفه الوراثيه او الكاركتر، كاركتر الصفه الوراثيه للجيل الجديد. مين هو؟ هو الجين. كروموزوم بلومين فيني اقول اجزاء الكروموزوم. بمعنى اخر باش كافاده له استاذ، من الجينات الجين. الجينات بالضبط. شو هن الجينات؟ هي عباره عن كروموزوم لار بتسبب انتقال الصفه الوراثيه من جيل للجيل الثاني. عم يقول لي يقلص بين باش يوز ادت نوكليوتيدان اولوشان دين ا بارشا صدر. بمفهوم اخر هي عباره عن شو؟ اجزاء من الدي ان ا مكونه من حوالي 1500 نوكليوتيد. الجين لار شو هي؟ اجزاء من الدي ان ا. اخذنا سابقا انه الجين لار تجتمع مع بعض البعض لتشكل لي سلاسل الدي ان ا. هيكي الليل، شو هو الليل؟ بير كاركترين كالطمندا سورملو جين تشيتلرينين. هير بيرينه الليل دينير. كل شو؟ كل نوع من الجينات المسؤول عن شو؟ عن صفة وراثية اسمه الليل. ها الجينات عرفنا انه هي بتنقل الصفات الوراثية من الأب أو من الأب والأم، من الأهل بمعنى من الأهل للأفراد الجديدة. تمام. لكن أنا هون ممكن عم تنتقل عندي صفة لون الشعر، العيون مثلا، لون العيون، الطول. هلا هذول كلهم اسمهم جينلار، لكن الوحدة منهم المسؤولة عن شو؟ عن الصفة. يعني كل وحدة مسؤولة عن صفة اسمها الليل. يعني مثل الليل لون الشعر الأسود، الليل لون العيون الزرق. الليل صايص إكيدان فاصدة أول صبيلة، حتى لو كان عدد الليل أكثر من اثنين canlı bunlardan ikisini taşır. Bu gen çiftleri homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bulunur. Her allel hatta lo kan ibara an iki, yani sıfır virasiye mümkün عندي انا مثلا المورثه من نوع X او من نوع O مثلا مسؤوله عن لون الشعر الاسود، وممكن يكون عنده مورثه ثانيه مسؤوله عن الشعر الاسود هي Z. فحتى لو كان اثنين فهذا الشيء ما بيهمني، بيهمني انه هذول الازواج الجينات هومولوج كروموزومların karşılıklı bölgelerden bulunur. توجد وين؟ الكروموزوملار المتجانسه، متشابهه يعني بالصفات. طبعا هم ما متوسعين فيها، اعطينا باختصار مشان ما افوت ببنيه الخليه من اول وجديد والدي ان او هالشغلات هيدا. هيكي هوموزيغوت، شو هو هوموزيغوت؟ بير كاركتر اتشين اين الليل جينلرين تاشيان بيريلر، الافراد اللي بتحتوي نفس الاليل اللي بيحددوا لي الصفه الوراثيه اسمه هوموزيغوت. نحن اخذينه انا وانت من قبل اللي هن صاف دول، ما هيك؟ مورثه نقيه اذا بتتذكري. كيف يعني؟ يعني انا عندي مثلا في عندي صفه اللون، الاب صفه عنده شعر لونه اسود، مورثه اللون الاسود سي كبيره، والأم لون شعرها أسود كمان مورثتها سي كبيرة. إجت هذول المورثات انتقلت للطفل، طلع عندي سي كبيرة سي كبيرة، هذا شو اسمه؟ صعب دول مورثة نقية بمعنى هوموزيغوت. ها فأستاذ شو يعني هلا سي كبيرة وسي صغيرة؟ من قبل نحن مر معنا إنه عندي بالنسبة للأليلار، الأليلار نوعين، منه المسيطر باسكن اسمه،
ومنه تشيكينيك اللي هو منسحب. الباسكن دوما بيظهر نفسه بالصفه الوراثيه. التشيكينيك ممكن يكون موجود لكن ما بيظهر نفسه بالصفه الوراثيه، يعني بالشكل الخارجي. هلا راح اشوف كيف. طيب غير هيك الباسكن برمز له بحرف كبير، التشيكينيك بحرف صغير كمان. استاذ كيف يعني؟ طيب عم يقول لي انا مثلا عندي الاب عنده صفه اللون الاسود، الشعر الاسود، هي باسكن، سي كبيره سي صغيره. لكن الام لون شعرها اشقر مثلا، فالسي صغيره سي صغيره، هيدي تشيكينيك. بس صفات وراثيه في منه صفه اقوى من الثانيه. ها، فبيرجع الطفل عندي خليط من الاثنين، بمعنى انه ممكن يكون سي كبيره من الاب وسي صغيره من الام. طيب هون الطفل عنده مورثة اللون الشعر البني او الاشقر، وعنده مورثة الشعر الاسود، لكن الطفل شو بده يطلع لون شعره؟ اسود. ليش؟ لانه السي كبيره هي الباسكن، الصفه المورثه المسؤوله. طيب تمام. هلا هون الاب هون بهالحاله هيدي ما عنده مورثه ثانيه، يعني هو شعره اسود، ما في بدمه غير مورثات لون الشعر الاسود. هذا هو بسميه النيوتو مورثه نقيه، صاف دول او هوموزيكوت. والام لون شعرها اشقر، ما في مورثه ثانيه كبيره او صغيره، لهيك تعتبر هوموزيكوت كذلك الامر. الطفل اللي نتج عندي من نقل المورثتين هذا شو بيكون الطفل؟ هيتروزيغوت، هجين. ليش؟ بير كاركتر تشين، فرق الليل جين لري تشيان بيريدار، لانه هو عباره عن فرد بيحمل الليلار مختلفات عن بعضهم البعض لاجل صفه وراثيه. يعني هذا الطفل عنده صح جين لار مختلفه بالالليل لكن شعره اسود، فهذا بسميه هيتروزيغوت، هجين، سي كبيره سي صغيره. طيب تمام. وشو لسه؟ في عندي شيء اسمه مونو هيبريد وحادي التهجين. كيف يعني؟ بير كاركتر باك من ضان هيتروزيغوت اولان بيريلر مونو هيبريد دينير. بالنسبه للافراد اللي بيكون الصفه الوراثيه عندهم شو؟ هيتروزيغوت، هجينه. يعني الفرد اللي بيكون هيتروزيغوت شو بسميه انا؟ هلا نوع المورثه هون هيتروزيغوت. طيب الفرد شو نوعه؟ مونو هبريد وحاد التهجين. للطفل قول عنه مونو هبريد، لكن المورثه شو بقول عنه؟ هيتروزيغوت، مورثه هجينه، طفل مونو هبريد. طيب دي هبريد شو يعني؟ إيكي كاركتر باك من ضان هيتروزيغوت أولان بيريلر دي هيبريد دينير. بسمي أنا لأجل الصفات صفتين وراثيات اللي بيكون الشخص اللي بيكون هيتروزيغوت لأجل صفتين وراثيات. هون لأجل بير كاركتر، لأجل صفة واحدة، هون لأجل اثنين بسميه هيتروزيغوت، عفوا بسميه دي هيبريد. فالمونو هيبريد لصفه واحده بيكون هيتروزيغوت، دي هيبريد لصفتين. دي معناتها اثنين بالترتيب اللاتيني حسب ما بذكر. هيك شو عندي؟ في عندي مفهوم اسمه بونيت كاريسي، مربعات بونيت. هذا البونيت نحن اذا تتذكروا كان في عندي عمليات تشابرازلما نعملها. تشابرازلما ا بي مثلا جي دي، كنا ناخذ الاول اول اول بالثاني، ثاني بالاول ثاني بالثاني، هيك التشابراز لما كنا ناخذها. لكن في طريقه ثانيه اللي هي طريقه المربعات بويون تندا، بهالطريقه هيدي مونو هبريد دي هبريد تري هبريد، تشابراز لما لارن سونوچları kolaylıkla görülebilir. هون في حال عندي تشابراز لما سواء إن كانت لا احادي الكاركتر مونو هبريد او ثنائي الكاركتر دي هبريد او ثلاثي الكاركتر تري هبريد، بهذه الطريقة بقدر أعرف نتيجة الوراثة، يعني احتمال الصفات الوراثية للأفراد الجديدة أو الصفات المحتملة للصفات الجديدة. هون بالمربعات هيدا بيكون في عندي صفوف أفقية يطاي دوزدام، وفي عندي ديكاي دوزدام، صفوف عمودية كذلك الأمر. اليطاي دوزدام لأجل الطرف الأفقي لأجل الإيركي كلار، الالكتار كامت لاردكي الليلار، هي الليلار الوراثيه بمعنى الجينات الوراثيه للذكور. بالطرف العمودي
هن للإناث، للاب مان الأنثى. يعني مثل إذا أنا عندي هيك هالشكل هذا ثلاثة الأعمدة، هون هدول السطور هون بحط الصفات الوراثية للذكور، اللي هون بالعكس الذكور بالأسطر، هون بحط مال الإناث، وهون بحط مال الذكور، الصفات الوراثية للذكور الليلار. طبعا رح أشوفها أنا لقدام بأمثلة هيك، ما في داعي استعجل عليها، إذا ما فهمتها هون بفهمها من المثال اللي أعطيني إياها. طبعا شو بستفيد منها هيدا؟ بستفيد منها الجينوتيب تيبلار اورتا تشيكولار، الجينوتيب او تشيكار، الجينوتيب بيظهر عندي. طيب شو هو الجينوتيب؟ هو شكل الجينات جانب من صاحب اوضو جين لارين تورونه او تومونه، هي انواع الجينات مثل ما حكيت عنها، اذا كان باستين وان كان تشيكينيك ان كان صافدول وان كان ميلاز، ما هيك؟ هذا اسمه الجينوتيب. ان كان هوموزيغوت هذول بيكون مورثات يا كبيرة كبيرة يا صغيرة صغيرة، يا هيتروزيغوت واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فينوتيب، طيب إذا حصلت على الجينوتيب شو ممكن أحصل؟ على الفينوتيب. فينوتيب هو الصفة الكاركتر اللي عم يصير على الكائن الحي، لون شعره أسود، طويل القامة، لون عيون زرق، لون عيون حمر، هذا كله فينوتيب. جينوتيب في تشيبريسال فيكتور فاكتور لارن اتكسيرا اورتاتش كان دش جرنشي، الشكل الخارجي للكائن الحي اللي عم يصير عندي نتيجة الشكل الجيني والعوامل المحيطة له. تعرفنا على الباسكن، إذا تتذكر هلا حكيت فيه أنا باسكن الليل. الباسكن هيتروزيغوت دوروندا فينوتيب تا إتكسيني جوستيرابيدان جين، هو عبارة عن الجين اللي بيظهر نفسه بالنمط الوراثي أو النمط الظاهري وقت اللي بتكون المورثة عندي إياه هيتروزيغوت. حكيت أنا وأنت من قبل التجربة، مثلا سي كبيرة سي صغيرة، لون الشعر الطفل عنده هالمورثتين هذول، لون الشعر الأسود ولون الشعر الأشقر. مين الباسكن؟ لكن طلع معه، طلع الطفل لون شعره اسود، معناتها الباسكن هو السي كبيره، هذا هو الباسكن. هيدي هيتروزيغوت، وحده كبيره وحده صغيره، اظهر نفسه مين؟ السي كبيره، هذا باسكن اسمه. التشيكينيك هو اللي ما بيظهر نفسه، يعني السي صغيره الاشقر. هيتروزيغوت دروندا فينوتيب تا اتكسين اتكسيني جوستيرميان جيم تشيكينيكتر، الجين اللي ما بيظهر نفسه بالشكل الظاهري يعني بشكل الكائن الحي، شو بسميه انا؟ بسميه تشيكينيك. هيك شو كمان عندي مفاهيم؟ عندي شيء اسمه جونوزوم. شو هو الجونوزوم استاذ؟ بيرجع جانلنن جنسيتيني بليرلمدا اشليف جوران كروموزوملار، هي كروموزوملار اللي بتحدد جنسية الكائن الحي إن كان ذكر أو أنثى. أو أنثى من شوي حكيت إكس وياه مورثات الأب والأم. إشي كروموزوملاري، شوف لهم أكثر من تسمية، اسمهم إشي كروموزوملاري. شو كمان؟ جونو زوملار دينير. شو هي الكروموزومات؟ مسؤولة عن شو؟ عن جنسية الكائن الحي. هيك مصطلح كمان اللي هو أوتوزوم. جونوزوم عرفت شو هو؟ الكروموزوملار مسؤولة عن جنسية الكائن الحي. أوتوزوم شو هو؟ الشيء كروموزوملار، كروموزوملار التزاوج بقدر أقول، دشندكي كروموزوملار وجود كاركترلرني بليرليان جينلار تشر. الأوتوزوم هي عبارة عن الكروموزوملار الثانية، غير بمعنى خليني أقولها بشكل ثاني. هلا هون في عندي أنا الكروموزوملار اللي حددت جنس المولود سميتها جونوزوم، ما صح؟ بقية الكروموزوملار بتحدد لي الصفات الوراثية الثانية الموجودة بالجسم اسمها أوتوزوم. ها فعندي نوعين اللي هن الكروموزوملار مسؤولة عن التكاثر، تكاثر المولود هو كان صبي ولا بنت تحديد جنسيته، والكروموزوم لار تاني المسؤول عن الصفات التانية ببنية الكائن الحي. فهيدا هي عم تقول لي انه خارج الكروموزوم لار التكاثرية اللي حكيت عنها مسؤولة عن جنسية الكائن الحي، كل الكروموزوم لار وجود كاركتر لاريني بليرليان جين لار تشر، هي الكروموزوم لار بتحمل الجينات بتأظهر لي صفات الكائن الحي، عدا شو؟ عدا ان كان صبي او بنت، يعني عدا اللي بتميز لي
جنسية المولود، شايفين؟ ها، فهذول الاثنين هن عبارة عن الكروموزومات الأساسية موجودة بالجسم نوعين، واحد مسؤول عن جنسية المولود، والثاني بيحمل الجينات المسؤولة عن صفات هذا الكائن. وشو اسمه غير الأوتوزوم؟ اسمه وجود كروموزوم، كروموزومات جسمية بقدر أقول. ما إشي الشيء كروموزوملار، كروموزوملار تكاثرية، وجود كروموزوملار، كروموزوملار جسمية. طيب شو عندي لسه مفهوم؟ ريكومبيناسيون أو ريكومبيناسيون. ريكومبيناسيون شو هو؟ دي إن آدم تشيتلي ندان لارلا يعني جين ديزيريم لارينين ولوش مصير درومونا، هي عملية تشكل اصطفافات جديدة بخطوط الدي إن آه بين الجينات، او اصطفاف جينات بشكل جديد بالدي ان اي مختلف عن الوضع الاساسي. هذا شو اسمه؟ ريكومبيناسيون، اعاده البناء بقدر اقول هالمعنى، هذا تشكل صفوف جديده وين؟ بالدي ان اي. طبعا هون اخذنا المفاهيم الاساسيه، بالدرس الجاي ان شاء الله راح اتعرف على مبادئ ماندل، كيف اختيار الباسكن، الصفة الباسكن من الصفة التشيكينيك. بعد ما تعرفت على المفاهيم الأساسية اللي أنا لازم أركز فيها لحتى أقدر أكمل اللي أنا راح أخذه بالمورسات، لأنه هذا المصطلحات إذا ما عرفت أنا ما راح أقدر أفهم شو عم ينحكى عندي بالنسبة للصفحات الجاية.